وفاء لتضحياتهم وبطولاتهم وإيمانا بضرورة تكاثف الجهود لدعم أسر الشهداء والجرحى. افتتحت جمعية سواعدنا بحضور رسمي وشعبي المعسكر الكشفي الثاني لأبناء الشهداء والجرحى الذي يقام في قرية نجران في ريف السويداء الغربي. بحاجة إلى أن تكون سواعدنا معا لبناء سوريا المستقبل، وهذا المشروع هو نواة لكي نستطيع أن نستثمر طاقات وجهود أبنائنا ودفعها بالاتجاه الصحيح لبناء هذا المستقبل. فنحن نشجع هذا النوع من المعسكرات ونأمل لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله دائما. جمعية سواعدنا الخيرية تقيم بالتعاون مع فوج الكشاف معسكر ترفيهي الثاني لأبناء الشهداء والجرحى في الجيش العربي السوري، وهذا أقل تقدير وأقل وفاء تجاه وفائهم لوطنهم الذين قدموا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، وسوريا منتصرة بفضل شعبها وجيشها وقائدها. هذه الفعالية من صلب عملنا ومن أساسيات عملنا. أبناء الشهداء وأبناء الجرحى هن فئة مهمة جدا بالمجتمع، رعايتها والوقوف جنبها لما قدموه آبائهم من إنجازات عظيمة. دمجناهم مع فوج الكشاف الثاني ليستفيدوا من خبراتهم ومهاراتهم ولنكتشف بعض من المواهب الموجودة عندهم يستفيدوا فيها في المستقبل. أسر الشهداء والجرحى هم أمانة من ضحى بنفسه لكي يبقى الوطن صامدا عزيزا، هم أمانة صناع المجد والنصر.